السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سي محمد قال لك رجال حمر هما شرفة، كيف ذلك؟ حتى رجال حمر هما اصلا راهم من الفاتحين. الناس كيقول لك رجال حمر شرفة، منين جاتهم هذه القضية ديال الشرف؟ هما اصلا من الصحابة رضي الله عنهم ومن جيل التابعين، جيل التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين، كانوا فاتحين، جاءوا من منطقة العربية وجاءوا مرورا من المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى أن مروا عبر البحر الأحمر، ثم مصر العربية، ثم ليبيا، ثم تونس، ثم الجزائر، ثم استقروا بالمغرب ومجاو منطقة ديال ليسوفيا وأسفي ومنطقة كتسمى أهل الأحمر. وتما كاين واحد الولي صالح اسمه سيدي شيقر المسمى بسيد شاكر، وهو من الفاتحين اللي كان مع سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه. وهذو كلهم كيتسموا شرفة لأنهم كانوا من الأوائل الذين آتوا بالإسلام وحافظوا على القرآن وجاءوا به، ما جابوش ببضائع صينية يبيعونها لكي يشتروا بها ويربحوا أموال ونقود، وخا هذا أمر مشروع، لكن كانت همتهم أعلى، جاءوا بالقرآن وجاءوا بالسنة المطهرة وجاءوا بالقيم الرفيعة وجاءوا يفتحون الأراضي والقلوب. وهذا رجال حمر هم استقروا في المنطقة ديال يوسفية والمنطقة ديال آسفي وما حوله وحول مراكش، جهة مراكش تنسيفت آسفي، هذه تما كيتسمى رجال حمر. فتحية ورحم الله الجميع. سيدي محمد، هذا الرجل اللي قال لك أنا كندير تسبيح وكيدير كيشوف ولا بحال شواف، هذا كله كلام فارغ. الغيب لا يعلمه أحد سوى الله وحده لا شريك له. اللي ادعى أنه يعرف الغيب معنى أنه خرج من دائرة العبودية وارتقى إلى مقام الألوهية، وهذا والعياذ بالله دخل في منطقة الكفر المحظورة الممنوعة جدا. الغيب لا يعلمه إلا الله. كل ما يقع أن الإنسان ربما قد يستخدم جن، هناك الجن الذين يسترقون السمع، كيكون القدر قادم من السماء وكاين واحد الجن هو عنده القدرة أنه يسترق السمع ثم يوظفه بعض الناس، وكيكون الشخص مجرد دجال لكنه يوهم الناس بأنه متدين، فيلبس جلباب أبيض ويضع بيده سبحة خضراء وعنده لحية ويقول بعض الكلمات القرآنية، ولكن العمق والجوهر هو يستغيث بالجن ويستعين بالجن وينبئ بالغيب. هذا إما دجال إما أحمق، واحدة من الجوج، إما دجال يسخر الجن وإما أحمق يهذي. فلا يبغي أن نصدق أي واحد يتكلم بالغيب. إلا كان عالم ولا كان ولي من أولياء الله الصالحين، وكين أولياء الله الصالحين ما هو دورهم؟ دورهم أنهم يذكرون بالله فقط، يذكرون بالله، دورهم أنهم يحيون ما دعا به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هم الورثة ديال الأنبياء، كي يقول لك قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيوضح لك الدين ويتبرأ من الحول والقوة. معروفين أن أولياء الله كيكثروا من قولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتبرؤون من حولهم ومن قوتهم. كاين واحد دائرة ضيقة جدا تلقى هناك الفراسة للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. المؤمن أو المؤمنة الصادقة كيعطيه الله تعالى واحد القدرة على الفهم، كتجي خواطر ذهنية كتسمى الفتوحات. إن فتحنا لك فتحا مبينا فاتقوا فراسة المؤمن، هذه كاينة حقيقة، ولكنه ينسب كل شيء إلى ربه عز وجل. وكاين إلى جانبه ما يسمى بالمجدوب الذي جذبته رحمة الله، ينطق وهو لا يدري، هذا كتسمى المجدوب، جذبته رحمة الله تعالى، ينطق بكلام حق، فإذا رأيته ينطق بالغيب عرفوا بأنه باطل. المجدوب كيقول غير حكم، بحال سيد الرحمن المجدوب كيقول حكم، كيقول كلام مطرز ولكن فيه معاني عميقة، لكنه لا يدعي الغيب
وكل من دعا الغيب فهو إما مجنون أو مختل عقليا، وإما أنه مسخر من طرف الجن. فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل بالغيب، الإنسان ينشغل بالدعاء اللي خاصه، بغي يزوج بنيته، بغي يطور التجارة دياله، بغي ينجح في الانتخابات الله يعاونه، كل هذا مباح. واش مشي يقلب على عراف؟ لا، كيزيد للسماء كيقول يا ربي تعاوني يا ربي تعاوني، ثم كيقوم بالأسباب وربنا يوفقه. سيدي محمد الله يكمل لك الرجاء، وسعدات الوالد ديالك الله يرحمه قلتي كان كيخيط بخيط ابيض، وهذو ما اهل الله. اهل الله معروفين انهم اطفائيين، يتسموا اطفائيين، بحال رجال المطائف مطافئ، فيما كيلقاو الغضب كيدخلوا باش يطفئوا الغضب، فيما لقاو الحرب كيدخلوا باش يطفئوا الحرب، فيما لقاو النزاع كيدخلوا باش يطفئوا هذاك الصراع بين الناس، ثم كيبداو يخيطوا بخيط ابيض. هذه صفه من صفات اهل الله. فالوالد ديالك رحمه الله في 64 حج على طريق السفينه، فهذا هذاك جيل عظيم ودعناه، هذاك واحد الجيل ديال المغرب اللي عاشوا في عهد المقاومه وفي عهد نيل الاستقلال بعد دحر الاستعمار، هذاك جيل لا يعوض، جيل عظيم. هذاك الجيل بعد ان عاش المقاومه والتحرير، بعدها مباشره عاش العروبه والاسلام، جيل الآباء والأجداد، عاش النزعة ديال العروبة والإسلام، وكان مغربنا آنذاك. هذا الخير اللي حنا كنعموا فيه الآن راه من آثارهم ومن زراعتهم، حنا الآن نحصد. الخوف على من؟ على الجيل المقبل، الجيل ديال الطابلات والجيل ديال لي بيسي والجيل ديال الفيسبوك والجيل ديال واحد المواقع التواصل غريبة جدا، لا لسنا ندري ما الذي سوف يقع في المستقبل القريب. فأخي سيدي محمد، أسأل الله تعالى أن يعينك على حفظ القرآن وعلى قيام الليل. سعداتك إلا تبات القرآن وقيام الليل فأنت من أهل الله، أهل الله هم أهله وخاصته، شكون هما؟ هم أهل القرآن وقيام الليل. وسيدنا النبي أول ما أمر به يقرأ القرآن، لما قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال يقرأ القرآن، وأول أمر ثاني قال له يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. فأنت كتقوم بأول الأوامر الموجهة إلى رسول الإنسانية، إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما تخافش أخويا محمد، غتكون إن شاء الله ناجح وفالح. الله يحفظ لك الزوجة ويطول عمرها ويبارك لك في الله في الوليدات وفي البنيات ويصلحهم أجمعين. وهذيك العروسة الله يبشرها بحمل قريب، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. وأسأل الله تعالى أن يجمع الشمل العائلة والأحباب، ويكرمك الله تعالى في صحتك وفي أولادك، وكل من قال أمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير كل شيء لاباس. حياك الله مولاي. بخير. ولله الحمد والمنة. كل شيء بخير. نحمده تعالى ونشكره. وحشناك نهضروا معك أخي طيب. والله هذا تفرح بالمكالمة سي محمد، وتحية كبيرة لك. والله وحشناك راه مدة وحنا كنتصلوا درك ما تشديش لي خط واحد 6 شهور ولا شناهي. معذرة أخويا معذرة سي محمد. إذا كان ممكن. سيدي محمد نخش شويه من الراديو. انا غير بعد منهم. واخا مولاي. قاعد حدا موالي الدار. مشرفين مشرفين، وكي دير اليوسفيه. واش كان عندكم شي امطار ولا مازال؟ الحمد لله. كل شيء زين. الحمد لله الحمد لله. كل شيء زين الحمد لله سي كريبات، كل شيء زين، لا كانت الصحه كل شيء زين. يا ربي يا ربي. كل شيء زين سي كريبات الحمد لله. بغينا نبدا عليا مع الوليدات ومعايا انا معيان شويه. هذه يومي الله يحفظك، راني كنقرا القران تعلمنا منك يا ولد سي كريبات. العفو اخويا العفو مولاي. كنقرا القران في الليل وكنقيم الليل في سبيل الله. الله الله. وكنسمع شي هضره وداك الشيء كترونج وداك الشيء وكيضرني الحال وضرني راسي هذه يومي يا ولد سي كريبات. الهضره بحال سي محمد. كنسمع دابا بحال هاد الناس اللي كيعودوا شوافه ويعودوا يقول عطاني البركه، هذا عطاني البركه. واحد السيد هذه يوم عندنا هنا أيه؟ قريب لينا كان دار راسو داك الشيء ديال الخزاني وداك الشيء. اييه. واتصل بواحد السيد ولا دوك داير واحد التسبيح وكيقول لهم انا كنشوف انا كن. الله يستر يا ربي يا كريم. آه. لا اله الا الله. اييه وداك. اييه معاك مولاي الدار كنهضر معايا، دعا علينا مع الوليدات ودعا عليا مع واحد الوليه ديال والدي جبتها من الشلوح من الجبل. مشرفين مشرفين تبارك الله. أيه الله يجعل فيها البركه. هذا العام جبتها من الشلوح هذا العام. أيه تبارك الله الله يجعل فيها البركه. اييه راه مسكينه بغات تولد دركا هي راه
يا ربي الله يبشرها بحمل قريب يا رب. اللهم امين ولد السكر، وراه حنا تعلمنا منك. العفو العفو سيدي العفو سيدي. الله يعمل سيدي ربي يشد لينا في حضولك. اللهم امين اخويا شكرا. وجه الاحمر بارك الله فيك اخويا، حنا اولياء من التاصيله ديال رجال الاحمر، مشرفين مولاي. سيدي ربي يشد لينا في حضولك، وراه حنا تفقهنا من جهتك بزاف، وخا الوالدين مشاو ما كاين باس. الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم المسلمين اجمعين يا ربي يا كريم. كنا باقيين صغار ما عارفينش، وكنا دابا انا في عمري 56 عام. اياه تبارك الله، عندي واحد 5 وليدات دريين تبارك الله. الله ما بالك عليا معاهم، راه كيخرجوا يخدموا، وانا عندي الصحه شويه عيات شويه تهدرت مع درت واحد جي عمليات، بغيت لك دع عليا معاهم. الله يشافيك اخويا الله يشافيك. دع عليا مع مولاه الدار، الله يحفظها يا رب الله يحفظها يا رب. مع المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب اللهم امين. المؤمنين والمؤمنات، راني كنصلي وكندعى معاك وندعى معاهم مع المسلمين اجمعين. حفظك الله ورعاك حفظك الله. دابا سي الحاج بغيت نسول على القضيه، واحد السيد جيت معاه اليوم الجديده، كنت مشيت الجديده وجيت معاه في كاميو وجبدنا الحضره. اييه وانا كنخيط بخيط ابيض. الله يعان بالقلوب ودس الكرابات. سعداتك اخويا. تابعين للتسيره ديال الوالدين. الوالد عندي كان حج في 64. تبارك الله تبارك الله. اي حج في الباطو، ولد عمو مشى على رجلوه ومشى في الباطو، وكان كان كيخيط بين الناس. سعداتو. بخيط ابيض، وقال لي انت وليدي تبعت الصيله. انا اللي سمعتيه ما تخيفش. هكا كان الحمد لله. الحمد لله وما زال ان شاء الله المدد. بغيناك تدعي لي مع الوليدات دابا، وقال المكالمه قربت تسالي. اي اخويا. دعي لي مع الوليدات ومع هاد الخلقه. يا رب يا رب. الله يحفظك ولد السكر ابيض، الله ينجيك والله يعمل سيدي ربي كوكود منك. شكرا لك اخويا محمد، شكرا لك، بارك الله فيك، وتحيه اليك وتحيه لكل ساكنه اقليم اليوسفيه. هذا الاقليم اللي معروف مواليه الحمد لله، فيهم النيه وفيهم القناعه بالقليل، وتبارك الله بعض الصالحين داروا فيه مدارس قرانيه ويجتهدون. بعض اولاد المنطقه جاوا للدار البيضاء وداروا التجاره، وتبارك الله توسعوا، والارباح ديالهم رجعوا للمنطقه اللي هما يا مسقط الراس هي اليوسفيه، وداروا استثمار. اعظم استثمار داروه وهو بناء المدارس، خصوصا المدارس ديال التعليم الاصيل، التعليم الشرعي، التعليم القراني، وسعداتهم وهنيئا لهم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.